مشاهدينا طبعا للحديث أكثر عن أسواق النفط والعملات ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي مدير الأبحاث في شركة إكواتي جروب. أهلا ومرحبا بك أستاذ رائد الخضر. بالتالي رائد، نتحدث بداية عن النفط، القفزات الكبيرة التي وصلت إليها أسعار النفط بارتفاعات بأكثر من 40% لبرنت منذ يوليو الماضي. بالتالي هذه الارتفاعات في أسعار النفط رغم الارتفاع أيضا في الإنتاج الصخري، هل تعتقد أنها ستستمر؟ طبعا هناك الأرضية الإيجابية التي تدعم ارتفاعات النفط بشكل أكبر خلال الفترة الحالية والفترة القادمة كذلك الأمر. نحن نتحدث عن إمكانية الصعود بشكل أكبر نحو مستويات قد تصل إلى ال 60 و 65 دولار للبرميل بالنسبة لخام برنت، وبالتالي ذلك يأتي على خلفية تمديد الاتفاق إضافة إلى الآمال بتحسن الطلب، وهو فعلا هناك تحسن في الطلب العالمي إضافة إلى الكوميتمنت الكبير الذي كان من الدول داخل أوبك وخارج أوبك بالاتفاق الأخير، وهذا يعطي آفاق إيجابية للفترة القادمة على الرغم من استغلال أنه الارتفاع المحدود في منصات الحفر الصخري الأمريكي. كل ذلك يدعم إمكانية الارتفاع بشكل أكبر في الوقت الحالي حقيقة. فنيا حتى يظهر إمكانية الصعود بشكل أكبر، هناك تماسك فوق مستويات ال 57 دولار للبرميل بالنسبة للدبليو تي اي، وهذا يعتبر إشارة إيجابية للمزيد من الصعود. طيب رائد، دعنا نتحدث عن الدولار. الدولار اليوم نشاهد بعض الضغوط على هذه العملة نتيجة قلق حول تأجيل تبرير البرنامج الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام. ما رأيك، إلى أي مدى سوف يشكل ضغط على الدولار؟ حقيقة الجمهوريين داخل الكونغرس يعني كان هناك هذه التصريحات بأنه إمكانية يعني تأجيل تطبيق الخصومات الضريبية على أداء الشركات إجمالا، ذلك من شأنه أن يؤثر على معنويات المستثمرين في الأسواق بالشكل السلبي، ورأينا الضغط السلبي على أداء الدولار الأمريكي من هذه النقطة تحديدا. حقيقة هناك تخوفات ابتعدت أكثر إلى إمكانية أن يكون التخفيض الممكن بالضرائب أقل مما هو متوقع، وبالتالي ذلك بالطبع إذا تم إقراره من قبل الكونغرس سوف يكون له أثر سلبي أكبر على أداء الدولار الأمريكي وعلى أداء الأسواق الأسهم الأمريكية في الوقت الحالي، وقد تكون يعني خلينا نقول بوابة لإمكانية تراجع وتصحيح قوي في مؤشرات الأسهم الأمريكية التي لا زالت تتسلق نيو هايز ومستويات تاريخية جديدة. بالتالي موضوع القانون الضريبي مهم جدا في وضع الاقتصاد الأمريكي حاليا، ولعله هو مفصل حقيقي في أداء الاقتصاد الأمريكي ككل. تمرير هذا المشروع وأي عقبات أمامه راح تأثر على أداء الدولار وأداء الأسهم كذلك. طيب رايد، أود أن أسألك عن الباوند الاسترليني، الجنيه الاسترليني، اليوم أمس واليوم شهد بعض الضغوط ثم عاد الآن إلى نشاهد بعض الارتفاعات رغم تقارير اقتصادية توحي بعدم نمو إيجابي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأيضا ثاني استقالة في حكومة تيريزا ماي خلال هذا الأسبوع. تعليقك على الباوند، إلى أين يتجه؟ حقيقة نحن ننتظر أهم من ذلك الأسبوع القادم إمكانية بدء جولة مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن في الواقع هناك بعد كبير ما بين الشروط التي تم وضعها من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا وما تستطيع المملكة المتحدة تحقيقه بالفعل. بالتالي هذا التباعد أو هذا تباعد وجهات النظر سوف يشكل ضغط أكبر على سير المفاوضات وسيشكل ضغط أكبر على أداء الباوند، وبلا شك أداء الاقتصاد البريطاني مرتبط بشكل كبير بعملية الخروج السهل أو السلس من الاتحاد الأوروبي مع إبقاء العلاقات الاقتصادية. فنحن نتحدث عن أساسا اقتصاد أظهر مستويات تضخم مرتفعة بشكل كبير، اضطر فيها المصرف المركزي البريطاني إلى رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة وقد تكون وحيدة في بعد مدة 10 سنوات. كل ذلك يعني هناك ضغط كبير على أداء الاقتصاد البريطاني، والتراجعات قد تكون أكبر بكثير في الفترة القادمة إذا ما فشلت
حكومة تيريزا ماي الحالية بتمرير مفاوضات سلسة وإمكانية تقريب وجهات النظر ما بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالالتزامات التي يتوجب على بريطانيا دفعها للاتحاد الأوروبي. نعم، رائد الخضر مدير قسم الأبحاث في شركة إكواتي جروب، شكرا جزيلا لك. Thank you.